الشجرة الملعونة في القرآن. هذه الشجرة الملعونة عجيبة، آياتها عجيبة، القرآن أوضح مستقبل الأمة وما يجري بعد النبي صلى الله عليه وآله بشكل عجيب. وهذه آية الشجرة الملعونة في القرآن، آية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، آية فهل عسيتم إن توليتم للمنافقين، يقولهم راح تحكمون وراح تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، تقولون بني هاشم أرحامنا ستقطعون أرحام، آيات صريحة. ولكن المشكلة ما يريد يتدبر بالقرآن ولا يريد معنى القرآن. هذه الآية ما هي؟ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. القرآن الكريم استعمل إحاطة، ويحيطون به علما، العلم الكامل بالشيء، يعني نحن نعلم شيئا عن الناس لكن الله محيط يعلم الكل من كل الزوايا. عندنا واحد محيط بالفقه، يعني هذا كل الشريعة بيده. وعادة الإحاطة للإنسان ليست كلية، الذي يحيط بالعلم هو الله عز وجل، ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا يقول له ونحن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعرفهم تماما أكثر مما تعرفهم أنت. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا ليست مناما، ورد عندنا أنها رؤيا باليقظة كشف. كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا على منبره، كشف له، رأى أمامه، رأى صورة منبرة واثنين من قبيلتين ثم الباقين من بني أمية بني سفيان ومروان على صورة قرود ينزون على منبره ويقولون للناس اكفروا اكفروا، هذا الدين مو صحيح ومحمد مو صادق. تعجب، اندهش، بعدها ما رؤيا متبسما صلى الله عليه وآله. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يا ربي، يقول له هذه الرؤيا وهذا المشهد ونحن أذنا للمنحرفين بعدك أنهم يسيطرون، لنفتن الناس، نمتحنهم. يقول والشجرة الملعونة في القرآن. إذن والشجرة الملعونة هي عمدة الرؤيا. من أين هم هؤلاء القرود الذين ينزون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينزون على منبره، يعني يحكم، اللي يجلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله يعني حكام. فنحن أريناك مشهد الحكام من بعدك، ونخوفهم، والنبي خوفهم وصارحهم، وبين وبين كلمهم، قال لهم في أنفسهم قولا بليغا. مع ذلك فما يزيدهم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ناس إذا خوفت يخاف، ناس لا تأخذه العزة بالإثم ويزداد طغيانا. وهذا من العجائب. بعد
السنة يقولون أن هؤلاء من بني أمية مجمع الزوائد وثقه، يقول رسول الله رأى في منامه كأن بني الحكم ينزون على منبره وينزلون، فأصبح كالمتغيظ ويقول ما رؤي ضاحكا بعد ذلك. رأى بني الحكم، شوف بدأوا مو من الأول، من بني الحكم ذول قرود اللي قبلهم لا. طيب يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص، كنا جلوسا عند النبي وقد ذهب أبوه عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فقال رسول، هو يروي أنه النبي قال عن أبوي هكذا، قال الآن يدخل عليكم رجل لعين. كنت خايف أنه يدخل حتى دخل أبي. وهذا عبد الله اللي كان مع أبيه لما استدعاه من فلسطين معاوية إلى الشام وتعاقد وياه وأعطاه ملك مصر حتى ينصره. طيب عندنا عن الإمام الحسن سلام الله عليه لما اعترضوا على صلحه مع معاوية، قال كيف صالحهم؟ الإمام يقول أنه أنا عملت ما علي، الناس معي صاروا مثل التراب، أخذوا يتآمرون لقتلي وبكرة يأسرونني وودوني إلى معاوية فيمن علي وتظل من لبني أمية على بني هاشم إلى يوم القيامة. لا، رأيت أنه أصالح وأحفظ عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، كنا معرضين للإبادة. ثم قال إن رسول الله قد أري بني أمية يخطبون على منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك، فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثر، وأنزل إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا الإمام الحسن أيضا رووها عنه سلام الله عليه. بعد السنة يرون أن الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم بنو أمية. ليش؟ عمر قال أنه سألته من هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ الإسلام نعمة، الله خص بها العرب وقريش، من اللي بدلها كفرا؟ قال عمر هما الأفجران، يعني أفجر بطون قريش، بني مخزوم وبني أمية. وأخوالي، يقول بني مخزوم يسميهم أخوالة، وهذه قضية عند عمر. يقول أمي هو رباها هشام المخزومي لأمه، ويقولون هي بنت هشام المخزومي، وعمر يقول أخوالي بني مخزوم، ومع عشيرة كبيرة ويفتخر فيه خوالي. خالد بن الوليد قال كذاب، هذه مو بنته. وجد حنتمة مرمية على مزبلة وهو رباها، أمها جايبتها من حرام وألقتها على مزبلة، واحد مخزومي رباها صارت من بني مخزوم. فكانت هذه صعبة على عمر، أنه خالد بن الوليد صار شيخ بني مخزوم بعد أبو جهل. فأول ما إجا للخلافة يريد ينتقم من خالد، أرسل له محمد بن مسلمة، قال له إذا رجع عن قوله في أمي فأبقه مكانه، وإذا لا أصر على قوله أنه يموم من بني مخزوم، وجدوها على مزبلة ورباها بنو مخزوم، فعزله وناصفه أمواله. ذاك أصر. أخو خالد عنده أخت شاورها، قالت له هذا ابن أم شملة، ابن حنتمة يسموها أم شملة، ما
فهو هذا يريد بالأول تعترف له بهذه، وبعدين يطلب منك شيء آخر وشيء آخر حتى يفضحك ويضعفك. ارفض ارفض حتى لو عزلك. فعزله، كان قائد جيش الشام، خلى بدال أبو عبيدة. طيب بعدين عمر يقول هذولي، بعدين شوف يقول الله عز وجل عن هؤلاء في بدر: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. طرف من الذين كفروا ينهيهم. من اللي أنهاهم؟ بنو عبد الدار كانوا أشد الناس عداوة لبني هاشم، وكانوا راية قريش بيدهم، يعني وزارة الدفاع، وكانوا أبطال. وبنو عبد الدار أمير المؤمنين عليه السلام بدر أحد قتل منهم 18 واحد، البارزين بهم كلهم، وانتهى بنو عبد الدار. يقطع طرفا من الذين كفروا، وفي بدر وأحد 17 فارسا. بنو المغيرة العائلة المالكة في بني مخزوم، بعد مقتل أبو جهل انطفوا، برز منهم خالد ابن الوليد، واللي كبره عمر. طيب ثم برز ابنه عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد بالشام، ومعاوية جعله قائد جيشه في صفين، وكان يحبه أهل الشام. فلما معاوية أراد أن يجعل يزيد ولي عهد، قال الناس: ليش ما يجعل عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ابن خالد احنا نريده، هاي يزيد ما يعرف لا مقاتل لا إداري، ودائما مشغول في دير مران ومع الخمر والزنا واللعب. فلما معاوية سمع أنه يلهجون ويحبون عبد الرحمن، دز على واحد طبيب مسيحي اسمه ابن أثال، قال لك عندك سم زين؟ أرد تسم لي واحد. قال له إيه تؤمر؟ قال له عبد الرحمن ابن خالد سم لي إياه، كمل لي إياه. بعد أيام قتله، مات بالسم. كان خالد ابن الوليد ميت، وصل الخبر إلى من؟ عند عبد الرحمن خالد ابن الوليد عنده ولد اسمه مهاجر ابن خالد. هذا المهاجر شيعي صلب، وكان في صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام. لما وصل خبر أخوه قال: هذا خالفني في حياتي وحملني دمه بعد وفاته، وراح إلى الشام، شاف ابن أثال قتل، ألقوه بالسجن، أخذوا لي معاوية. قال: لو أنه مسلم كنت قتلتك به. قال: أنا ما قتلت إلا المأمور، بقي الآمر أنت. بنو مخزوم جريئين على بني سفيان. المهم المهاجر، سبحان الله، عبد الرحمن بن خالد ما عنده ذرية، بقية أولاد خالد ما عندهم ذرية، مهاجر عنده ذرية، ذول بني خالد كلهم من المهاجر. بيت صادق في لبنان من بني مخزوم، ذول أيضا من أولاد مهاجر ابن خالد ابن الوليد، شيعة الحمد لله. ماذا قال أئمتنا عليهم السلام في تفسير الآية في الكافي 8345 عن الإمام الباقر سلام الله عليه، والحديث سنده صحيح، يقول: أصبح رسول الله يوما كئيبا حزينا،
فقال له علي عليه السلام: ما لي أراك يا رسول الله كئيبا حزينا؟ قال: وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم وبني علي وبني أمية يصعدون منبري. بنو تيم عشيرة أبو بكر، بني عدي عشيرة عمر، ثم بني أمية يردون الناس عن الإسلام القهقرة. فقلت: يا ربي، في حياتي أو بعد موتي؟ قال: لا، بعد موتك. والشجرة الملعونة في القرآن، مع أن المفسرين يفسرونها بني أمية والسنة والشيعة، مع ذلك شوف فضائل معاوية. اي والله، وأول فضائله أنه النبي العالى، هو المهدي. المهدي تمام، صفات المهدي كلها دعا له رسول الله: اللهم اجعله هاديا مهديا. ونعم ما فعل الحافظ السيد حسن السقاف، جمع الأحاديث في مدح معاوية، تجدوها، ابحثوا عن السقاف وفي مدح معاوية 16 حديث وكلها مكذوبة، وبحث سندها على موازين السنة فكانت كلها مكذوبة. ومعروف أن النساء ليش كيف مات جل الشام، قال: رأيتهم نواصب، ومؤلفهم جابر ما سفرت الثانية للشام، كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان يقرأ منها على منبر مسجد بني أمية. قالوا: نريد أحاديث في فضل معاوية. قال: ما إلى أحاديث في فضله، ما أعرف إلا حديث: لا أشبع الله بطنه. هذا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضبوا عليه، جروه عن المنبر، داسوا على خصيتيه وبطنه، وتمرض إلى أن توفي النساء، توفي من أذية أهل الشام.